من أدرى أنا كده أموت. خلاص بقى يا سيف، شكلها حاجة بسيطة يعني، مش هتموت ولا حاجة، بس من فضلك ما تقربش مني عشان أنا ما بحبش الدم يجي على هدومي. دم إيه يا جماعة؟ ده جرح سطحي. جرح سطحي إزاي وأنا حاسس إن الرصاصة نزلت في كتفي؟ بقول لكم يا كباتن، العود ده فوش. فوش؟ فوش يعني إيه؟ مش عارفة يا أختي يعني إيه فوش؟ يعني فالسو، يعني أي كلام، يعني مضروب، يعني طلع فتش. What the fudge؟ يبقى أكيد العقد ده هيوديني لحاجة تانية. بموت. بس بقى هنعمل إيه في المصيبة دي؟ طب اسمعوا، إحنا ناخد سيف ونسيبه عند أي مستشفى ونروح نشوف موضوع الفوش ده إيه. انتوا عايزين تاخدوني لحم وترموني عظم، ولما أروح المستشفى يقولوا لي مالك في كتفك فيه إيه، أقول لهم إيه؟ ده كاتشب؟ أنا مش رايح لوحدي، كلكم هتقعوا معايا وهدرجركم كلكم. بقول لك يا كابتن، اهدى على نفسك كده وبلاش افوار، عشان الفيلم ده انا شفته قبل كده. خلاص يا جماعه، احنا نطلع على صباح وتشوف لنا صرفه في موضوع العقد ده وكتفي، وتشوف لنا صرفه في موضوع كتفك، وتشوف لنا حاجه ناكلها عشان ميتين من الجوع كلنا. يلا بينا. خدني معاك يا هاني. خليك بقى هاني، انا بنزف يا هاني. سلام يا عم ابراهيم، خلي بالك من نفسك. انت واثقه في عم ابراهيم ده ولا هيروح يفتن علينا؟ هيفتن علينا اكيد، ده سامع كل حاجه، ده مخبر اساسي. هاني. ايوه. الرصاصه لا تزال في كتفي. انت ما رجعتهاش لحد دلوقتي؟ انت هتهزر. معلش لما نوصل بالسلامه تبقى ترجعها له. معلش. في ايه؟ انت يا عم يا اللي منور العالي، ده بوليس ده ولا ايه؟ ده بوليس ايه؟ ما تطوليش بقى فيها. نور. في ايه؟ انا ايه السواقه الزفت اللي انت بتسوقها دي؟ انا مش خايف على العربيه؟ السكك كلها مطبطه وانت عمال بتجري، مش خايف مسمار يخش فرد الكاوتش يبوظها؟ انت عارف التيل بتاع العجله بكام دلوقتي؟ ابو الدهب بيه، سيبك من التيل، خليك تقيل، المهم العقد. خلاص خلاص يا بنات، انا مش سامع مؤاخذه، قلت لكم لما تعوزوا حاجه تقولوا لي، ولا لازم ارش لكم ودنكم، ولا انا اتكلم ولا حتى انت لم تنادي؟ الله الله الله، ده الموضوع عقلي بقى وطلعتوا قرايب في بعضيكوا. طب اتكل انا بقى على الله، الحق اخد خالتي افسحها شويه وارجع لكم تاني. سلام عليكم. استنى يا فتحي، احنا مش متفقين اوصلك ولا ايه؟ استنى هاجي معاك يا فتحي، استنى عشان ما تتوهيش. اهدى انا، تعالى هنا. ايوه ايوه تعالى. ايه ده، هو انتوا تعرفوا بعض؟ دي تاني مره نشوفهم مع بعض، ديفنتلي يعرفوا بعض. فين العقد؟ عقد ايه؟ العقد اللي مؤاخذه سارقينه دلوقتي من المتحف. احنا ما سرقناش حاجه، احنا كنا بنتعشى. والله وايه اللي على كتفك ده؟ ده كاتشب بس بيحرق قوي. ما انت عشان طلبت سبايس قلت لك بلاش السبايس. بقول لكم ايه، احنا في منطقه لبش، والحكومه دلوقتي بتدور على اللي سرقوا المتحف، يعني ممكن تطب علينا في اي لحظه. فخلصوا ولخصوا بقى وطلعوا العقد. حضرتك احنا مش فاهمين بتتكلم عن ايه. ضحي طلع حقيقي ولا خرس بقى؟ لا طلع حقيقي طبعا. انت يا زفت يا ضحي. انت ده ايوه يا ابو الدهب بيه. دلوقتي احنا عايزين العقد وهما مش عايزين يدونا العقد. نعمل معاهم ايه؟ نعمل معاهم ايه؟ انت بسألني؟ ناخد العقد بالعافيه. ايوه ناخد العقد بالعافيه. اللي معاه العقد يطلعه ولا فرغ المسدس ده كله في نفوخه. انا ما حدش يضربني بالنار تاني، هو انا واقف على عربيه بوم؟ خلاص يا هاني اديهم العقد. ومعاك انت؟ العقد بسرعة. حاضر بسرعة. ثانية واحدة. هو ده يا جماعة العقد اللي انتوا عاملين عليه الحوار ده؟ هو ده. طيب مش تقولوا كده من الأول، اعملوا لي غسيل معدة بقى. ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ وباعه. الواد ده عبيط ولا متخلف ولا ايه؟ هات مني العقد ده. هات العقد بقول لك. مش قادرين تسرقوا خاتم. العقد يا أبو الدهبي. طب يا بنات، المؤاخذة كانت مشكلتي مش معاكم انتوا، المؤاخذة كانت مع جدوك الله يرحمه بقى، وانا خلاص حتى حقي. بالسلامة انتوا. يلا يا ضاحي. اتفضل يا ابو الدهب بيه. احسن يا موزي. سلام.
احسن بتبلع العقد. تفكر نفسك اسماعيل ياسين. ايوه يا عم بيبلعوا الحاجات. انت كويس؟ اه شفت حاجه كده؟ شوف لا مفيش حاجه. طب على فكره يا انكل عم ذهب العقد فقش اصلا. اوكي بص على ايه طلع فالصو. فالصو فالصو ازاي؟ اهو الختم بتاع الفالصو اهو. ازاي ساعاتك؟ ده انا واخده منهم بايدي ومسلمه يدا بيد الايد ساعاتك. بعد الجهد ده كله يا رب يطلع العقد فالصو. يكون شيء بدله الاصلي بواحد فالصو بصنعه لطافه بخفه يد. يا سلام يا سلام على دماغك. وهم مش عرفهم يا غبي ان احنا هنطب عليهم؟ اه صحيح. وبعدين امتى هيلحقوا يطلعوا عليه؟ اه صحيح. هاد اللي مجنن انه احنا عارفين العقد فالصو بيسرقوه ليه؟ اه صحيح. انت مفيش وراك غير اه صحيح اه صحيح. اخرس خالص مش عايز اسمع اه صحيح دي. حاضر سعادتك. شوف مين. الو ايوه نيلي عايزين تقابلوني؟ ماشي ما عنديش مانع تعالوا عد عليا انا هنا في المكتب. ايه الوقت متاخر؟ اه صحيح. اه طيب بكره فين؟ في المرسم؟ ماشي في المرسم. سلام. الله على دماغ ساعتك. طب ايه بقى مؤاخذة الموضوع اللي انتوا عايزيني فيه؟ بص يا انكل عم ذهب. نعم. عشان ما نقعدش نلف وندور على بعض. احنا عندنا شوية معلومات واللغز. حضرتك عندك شوية معلومات بلس العقد. فاحنا هنظبط الحاجات كلها على بعض وحضرتك تاخد الفلوس بتاعتك اللي عند جده. بس اللي اوله شرط اخره سور. سور ازاي يا بنت؟ اخره نور قصدك يعني؟ لا سور عشان السور ما حدش يقدر يعديه. نور ايه؟ وات ايفر يعني. وبعدين اوكي حضرتك هتاخد حقك واحنا هناخد حقنا ومحدش يجي على حق التاني الا مؤاخذه. طب مؤاخذه يعني انا ايه المطلوب مني برضو؟ حضرتك تدينا العقد ونفتح المجله ونشك ايه الموضوع. انتوا لسه بتشكوا في العقد؟ لا نشك يعني نشوف ايه الموضوع. ماشي هات العقد. ده اتفضل يا مالك. اول حاجه لازم نفهمها هو ليه جده ودانا عند العقد وهو عارف انه فقش اصلا. مفيش اي حاجه في الستوري ليها علاقه بالعقد وفقش عقش والجده بطه احنا ما خدناش بالنا منها. هو مفيش بس استني اما اتاكد. بس اهو الراجل رايح للجده بطه بيقول لها انه هيشتري العقد بفلوس كتير. قالت له ماشي. وبعدين بتفتح الدولاب ما لقيتوش ووصل الراجل تاني. الراجل انا جاهز يا جده بطه احضرت النقود معي. الجده بطه وانا لا اجد ما اقول لك لقد ضاع العقد فجاه ولم اجده. الرجل اوه انها خساره كبيره لقد وعدت زوجتي ان اهدي هذا العقد الثمين بعد ان احفر عليها اول حروف من اسامينا ماذا اعطيها الان فلة وياسمينة. الجده بطه انا في قمه الخجل ولا أعرف. العقد محفور عليه حروف وارقام. اه يا بنت ما هي دي الحروف بتاعت الختم بتاع الفالصو. مغزى ختم فالصو ازاي؟ الحاجات الاصليه بس هي اللي بيكون عليها ختم. مين الحمار اللي قالك كده؟ الواد ضحك. انا قلت حاجه؟ انت امبارح مش قلت كده؟ والفالصو له ختم برضه يا احمد. لا اخلص خالص. طيب والله عيب تبقى حضرتك راجل كبير ومهم كده وتسمع كلام الحمار ده. يا جماعه هي الحروف دي ايه اصلا؟ زاد به بس مش عارفه اقرا الارقام من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين. وريد ها بالاختصار. صاد ايه؟ صاد يا بنتي صاد. صاد ب 717. ايوه يا جماعه صاد ب ده اختصار لايه؟ يكونشي 717 دي صاد ب 717 ده نمره العربيه بتاعت جدكم. زمان ما كانش فيه حروف وارقام في نمر العربيات. اه صحيح. وكان في عربيات ليها ارقام. حمار انت. انا قلت حاجه؟ مش انت قايل كده امبارح؟ اخلص انت خلاص. Why don't you fire him؟ ليه؟ اضربني بالنار ليه؟ ممكن سمك بربوري؟ بربورك؟ صابون بالموليف؟ يكونش صندوق بيره. سمك بوري. لا يا جماعه استنوا استنوا انتوا بتهروا في ايه؟ صاد ب اختصار صندوق بريد. اه صحيح. صد بيه طول عمره صندوق بريد. يكونش صوصن بدر. ما تخلص بقى مع خلاص عرسينا صندوق بريد. انا قلت اجتهد. لا ما تجتهدش. يا جماعه صندوق البريد ده اللي كنا بنبعت فيه الشمعدان والفوازير عارفه؟ اه شيريهان يو لوك فيري ستوبيد. صندوق بالسين. هي بالسين فعلا؟
صحيح. سيبك من عم دهب، دي تافهه اساسا. طب واحنا هنوصل ازاي لصندوق البريد ده؟ عادي، هنكلم دليل التليفونات. صحيح. معلش يا عم دهب، تديني تليفونك بس اكلم الدليل عشان ما عنديش رصيد. تليفون انا؟ شوفي تليفون انا البطاريه فاضل فيها 3 شهور. ما تاخدي التليفون بنت عمك اهرب لك. ايه اصيل يا عم دهب، هاتي هنيلي التليفون. حركات رخيصه قوي، خد يا بنتي. الو، السلام عليكم. ايوه لو سمحت، عايز اعرف عنوان صندوق بريد 717 ده موجود فين؟ يكون شيء سكر بر. بر ايه وخلاص؟ ما خلاص يا ابني، انا قلت كتير. ما تكتئبش، قول لي صندوق بريد وارسل عليه. خلاص. فين؟ مكتب بريد الحلميه الجديده. شكرا، السلام عليكم. مكتب بريد الحلميه الجديده. بتهزري؟ هو الحلميه ده مكان بجد مش بس في المسلسل؟ طب بتتعمل قبل المسلسل ولا بعد المسلسل؟ مسلسل ايه بس يا بنت، خلينا في المسلسل اللي احنا فيه ده. يلا بينا نشوف صندوق البريد ده فين. يكونش صافي نار بترقص. اتفضلوا يا جماعه، منورينا والله ومكترينا. 717. خلاص يا حاج شفناها، تعالى تعالى انت. شكريه، تفكر انت على الله بقى. بالمناسبه الجميله دي بقى، يعني نسمع حاجة كده. لا خلاص بقى لو سمحت. معلش هما تعبانين دلوقتي، أنا بعدين هاجي لك على رواقة كده وأجيب لك معايا محمود شكوك. بجد والله؟ ده وعد. وعد. اتفضلوا. شكرا. عيشوا بقى. سلام عليكم. ألف سلام. سلام. سلامة. ستاند رايحة فين؟ هات المفتاح. خلي دي معاك. اتفضل. 717. لو حبيتوا تحلوا اللغز تعالوا لي، ده مكتبكم برضه. ايه ده؟ انا افتكرت حاجه مهمه قوي، ممكن تديني مجله ثانيه؟ ثانيه بليز. حاجه مهمه جدا. فهمتي حاجه؟ لا ما فهمتش. برضه؟ طيب، انتوا تروحوا كده تفوقوا نفسيكم وتشطفوا كده وتروقوا، ولو لقيتوا نفسكم قادرين تفهموا وعايزين تحلوا اللغز تعالوا لي، ولو لقيتوا المكتب مقفول كلموني وانا اخلي حد يفتحه لكم. اوكي، ثانك يو، باي باي. باي باي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ده الراجل ده حويط قوي، من ساعه ما حط مناخيره في الموضوع وهو عامل زي القراده، مش هيطلع الا بالدم. سيبك منه. سيبني منه ازاي بس؟ ده معاه المجله. واحنا معانا المتاهه. متاهه؟ معانا المتاهه ازاي يعني؟ فاكره لما قلت له هات هات المجله بسرعه، عايزه اشوف حاجه؟ فاكره. خدت المجله وعملت نفسي كاني بفكر في حاجه ورحت صورتها. برافو، وريني. يا بنت اللذينة. هي مناخيرك فيها حاجه يا نيلي؟ مناخيري؟ لا. من هنا كده بصي. صورتي نفسك سيلفي بالوش. ازاي عملت كده؟ الكاميرا كانت معمولة على السيلفي. خبية، هنعمل ايه؟ نروح عند عم بندق يمكن نفهم منه اي حاجة. ماشي يلا. ازاي عملت كده؟